ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ لعلكم بخير يا رب. سعيدة إن أنا النهاردة معاكم، وطبعا زعلانة جدا على المحاضرة اللي فاتت عشان النور قطع وما كنتش عارفة أتواصل معاكم، ولكن إن شاء الله بإذن الله ربنا ييسر أمرنا النهاردة ناخد محاضرة قيمة كده ودسمة. فإن شاء الله بإذن الله هنبدأ المحاضرة بتاعتنا النهاردة، نتعرف على أداة البين تول واستخداماتها، هنستخدمها في إيه، وإن شاء الله بإذن الله نتعامل مع كل حالات البنتول. هي أداة جميلة وشغلها حلو يعني، فإن شاء الله بإذن الله يلا بينا كده إيه نبدأ. استحضر روح الديزاينر العظيم كده اللي جواك، ويلا بينا نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله. نبدأ النهاردة هناخد كده، خلينا ناخد صفحة جديدة، وعندنا أداة البنتول. أداة البنتول ثانية كده، هو في تردد في الصوت أستاذة سلوى؟ لا تمام، مفيش حاجة. كده الصوت تمام؟ تمام، أنا كنت سامعة تردد في الصوت. النهاردة هناخد أداة البنتول وأداة أستاذة سلوى. أنا سامعة تردد، يعني أنا في أنا نفسي جايلي تردد صوت في المايك. في مايكات مفتوحة؟ اقفلي عندك واحد منهم. انا قفلت كده عندي. في صوت؟ انا مش سامعه تردد، انت اللي حساه. مفيش حاجه. طيب تاني. خلاص هو انا قفلت التاني بس خلاص تمام يعني. طيب بس هنبدأ النهارده مع أداة البين تول، وهي أداة بين طبعا اللي هي قلم. الأداة دي بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي زي ماسور. هنعمل كليك كده عليها ونيجي هنا كده، هنيجي هنا. بصوا بقى، شايفين الأداة دي شكل سن القلم اهي زي ما انتوا شايفينها كده. ليها حالات هنبدأ نتعرف عليها دلوقتي. اول حاجة كده بعمل كليك كده نقطة عشان أبدأ ارسم شكل او مسار، او انا عايزة احدد بيها، انا يا اما برسم بيها يا اما بعمل بيها تحديد. فاول حاجة كده انا عملت نقطة، واجي كده اروح في مكان تاني اعمل نقطة تانية، فبدأ يوصل لي ما بين النقطتين، عملت كده خط مستقيم. تمام، واخدين بالكم السن القلم ده الاول كان فيه هنا نجمه معاه، دلوقتي ما فيش اي حاجه معاه، معناه ان هو النجمه دي معناها ان احنا لسه هنبدا. دلوقتي ما فيش اي حاجه مع القلم ده، معناه ان ايه، انا جاهز ان انا اعمل نقطه تانية. خليني كده اعرض عليكم الاشكال اللي هنا، شايفين ادي سن القلم اللي احنا اهو بنتكلم عنه اللي هو ده سن القلم، وفي معاه اللي هي الزايدات اللي هم دولت اللي انا بتكلم عنهم، اللي هم دول زائد ناقص الشرطه المايله دي، وشكل راس السهم ده اللي هي مفيش اي حاجه فيها، والدايره دي، هم دولت اللي انا بتكلم فيه. اول ما بنبدا نقطه جديده خالص بيبقى معاها شكل النجمه دي، وده بيقول لي ستارت، ابدا خط جديد. تمام، اول ما اشوف سن القلم زي ما نيجي هنا كده في النص، وهبص الاقي فيه معاه يا اما علامه زائد، معناها انا ممكن اضيف لك نقطه هنا كمان، يا اما علامه ناقص لو انا وقفت على النقطه نفسها وممكن احذف لك نقطه. ده بيقول لي لو انا على اخر نقطه وعايزه اكمل على المسار اللي قدامي، فانا ممكن اعمل ايه، انا ممكن ان انا اضيف لك عليه. طبعا انا بقول لكم عشان تاخدوا بالكم بس من اللي هم الاضافات اللي بيبقوا موجودين معايا طول الوقت، لكن احنا هنبدا نشتغل وهتشوفوهم بشكل اوضح اكتر. طيب البين تول انا برسم بيها مسار، وناخد بالنا ان هي هنا يبقى باس. طبعا احنا عارفين ان كل اداه بنرسمها بنعمل كليك عليها هنا بنبدا نشتغل بيها، بيبقى معانا شريط الاوبشن هنا اللي هو بيدينا كل الاوبشنز الخاصه بيها. الكلام ده احنا اتكلمنا فيه في المستوى الاول. طيب انا هخلي يعني ناخد بالنا دلوقتي ان انا هشتغل على باس. انا هفتح هنا في عندي شيب وعندي باس، خلي شيب هنتكلم فيها بعد شويه، احنا دلوقتي نتاكد ان احنا شغالين على باس اللي هي معناها كلمه مسار. انا دلوقتي مفيش اي حاجه خالص قدامي، شايفين شكل المؤشر وجنبه الستروك او النجمه دي، معناها ان انا جاهز ان انا ابدا ايه يعني شغل جديد او نقطه جديده. كليك كده وهبدا اهو، رسمت اول نقطه وبعد كده بقى شكله فاضي اللي هو جاهز ان هو يرسم نقطه تانية. كليك كده عمل لي خط مستقيم، واول ما جيت ناحيته كده اهو بيقول لي انا جاهز ان انا اعمل نقطه تانية. لو جيت انا وقفت في النص كده بيظهر علامه زائد، يعني انا ممكن اضيف لك نقطه هنا في النص. طب لو جيت وقفت على النقطه دي نفسها، النقطه دي نفسها، او خليني اعمل كده نقطه، النقطه اللي انا عملتها دي لو وقفت عليها كده بيقول لي انا ممكن احذفها لك عادي جدا اهو، وبقى خط مستقيم عادي. طيب انا عشان اجي عند النقطه الاخيره اللي انا عملتها هنا واقول له انا هكمل عليها،
بعمل كليك كده فبيديني خطوط مستقيمة اهو، اقدر ان انا ايه ارسم بيها اي حاجة او احدد بيها اي حاجة فيها خطوط مستقيمة. طيب علشان اخلص شكل المسار ده واطلع بنتيجة، قال لي لازم توصل بعد النقطة الاخيرة دي، لازم اوصل عند النقطة الاولى علشان اقفل المسار بتاعي. وشايفين لما رسمة سن القلم ده اللي هو البنتون وصلت عند نقطة البداية، بقى معاها شكل دايرة من تحت، ده معناه ان انا كده هقفل لك المسار بتاعي. كليك كده هو قفل المسار اهو، وبقى بالشكل ده اللي موجود معايا. طيب الشكل ده هو ما ينفعش ان انا اعدل عليه؟ قال لي لا ينفع ان انا اعدل عليه، انا ممكن اعمل كده وانا هاجي هنا بعد ما قفلت وخلصت هضغط على كنترول. شايفين شكل السهم بتاعي اتغير ازاي؟ واجي عند النقطه دي اللي انا عايز اعدل فيها مثلا، كليك عليها كده وابدا اسحب كده، هيبدا يغير ايه مكانها. طيب نيجي عند النقطه دي كده ونسحب اهو، وبيغير المكان بتاعها. اطلعها انزلها اوديها في اي مكان، انقلها من مكانها، انا بقدر ان انا اعمل ايه فيها او اتحكم فيها زي ما انا عاوز. تمام. طيب هو بس بيعمل لي الاشكال المستقيمه دي؟ لا، ده احنا ممكن نعمل حاجات تانية كتير. طيب تعالوا كده نعمل ايه، نعمل حاجه فيها انحناءات، احنا عايزين نعمل انحناءات. تمام. تعالوا كده نروح عند البنتول برضو، وعادي اهو في شكل المؤشر بتاعنا، وناخد بالنا ان هو معاه ستروك، ان هي اللي شكل النجمه دي، ان احنا لسه هنبدا مسار جديد. كليك كده وهاجي هنا جاهز ان هو يعمل نقطه، كليك وما ارفعش ايدي، افضل ضاغط على الزرار بتاع الماوس واسحب اسحب اسحب، بدا يظهر معايا اتنين ذراعات اللي احنا بنسميهم هاندلز. الهاندلز دولت واحد قدام الخط المستقيم وواحد وراه. طيب دولت بيعملوا ايه؟ كل ما انا سحبت اهو كده لتحت بدا الخط المنحنى بتاعي بدا ايه الانحناء بتاعه يعلى لفوق اهو، وكل ما انا رحت يمين او شمال شايفين المنحنى بتاعي بيتغير المكان بتاعه. طيب انا رسمت المنحنى ده وعايز اكمل بعد كده. لو انا جيت رسمت خط كده كليك كده، بما ان انا رسمت خط منحنى فهيظهر معايا خط منحنى تاني. تمام. طيب وعايزه اطلع الدراعات بتاعته، انا عايزه اتحكم فيه كنترول وكليك عليه كده، هبدا ايه اضغط عليه كده هيطلع لي ايه، يعني انا كده كنترول اقدر اتحكم فيه، الت عشان اطلع الدراعات بتاعته. تمام. طيب وانا عند النقطه دي نفسها اهي كده عايز ايه ابدا اعمل. طب انا عملت هنا خط منحنى وهنا خط منحنى، عايز ارسم خط مستقيم بعد ما عملت الانحناءات دي، لازم اضغط Alt وبعد كده اروح ايه ارسم خط كده هيديني خط مستقيم، خط كده هيديني خط مستقيم. عايز ارسم خط منحنى تاني اروح اضغط كده واسحب. يبقى لما اكون عايز اعمل خط منحنى لازم وانا بضغط كده لازم اسحب، ما ارفعش ايدي على طول. لا انا عايز اعمل خط بعد المنحنى ده خط مستقيم، ارجع على نفس النقطه واضغط Alt وكليك عليها وابدا اسحب كده، اضغط بس ضغطه كده اهو هيبدا يديني ايه Alt من نفس النقطه اهو كليك كده هيديني خط مستقيم. تمام. يبقى ولما هضغط ضغطه من غير Alt كده واسحب هيديني خط منحنى، هضغط Alt واضغط على نفس النقطه كده وامشي كده اهو هيديني خط مستقيم. تمام. طيب انا الخطوط اللي انا رسمتها دي عايز ارجع اتحكم فيها، يا اما انقلها يا اما اطلع الدراعات بتاعتها واظبط المنحنيات بتاعتها دي. هاجي هنا بقى، طبعا احنا الحركه بتاعتنا زي ما سمعتوا كده Alt وكنترول. Alt بتعمل ايه وكنترول بتعمل ايه؟ هنيجي هنا انا عايز مثلا النقطه دي كنترول وكليك كده علشان ايه اطلع الدراعات بتاعتها. ناخد بالنا الدراع اللي من الناحيه دي بيتحكم في المنحنى اللي من الناحيه دي، الدراع اللي من الناحيه دي اللي هو من الناحيه اللي قدام هنا بيتحكم في المنحنى اللي قدامه، الذراع اللي من ورا ده بيتحكم في المنحنى اللي وراه. تمام. تعالوا كده نعمل Alt ونتحكم في المنحنى ده، بصوا الذراع اهو اللي ورا بيتحكم في اللي ورا، ننزل كده بالذراع ينزل بالمنحنى، نطلع بيه كده اهو بيتحكم في الذراع، طبعا اهو بيتحكم هنا. طيب ده بيتحكم في الجزئيه اللي هي دي، طب انا عايز اتحكم في الجزئيه دي، هنا نعمل كنترول وكليك كده هنتحكم في النقطة دي، عايزين نطلع طبعا دي نقطة البداية،
هو طبعا هي كده قفل لي المسار، احنا المفروض نختار نقطة غيرها، خلينا نختار في النقطة دي كده. هنا اهو هنعمل كنترول اهو، بنتحكم فيها ازاي ان احنا ايه ننقلها من مكانها. الت بقى علشان اعمل ايه، اطلع الدراعات، وبصوا كده اهو كل دراع من دول بيتحكم في مكان لوحده. طبعا انا ضغط الت اهو، شايفين شكل المؤشر بتاعي عامل ازاي؟ طبعا بصوا هنا كده وانا بعمل كده اهو، دي المنحنى، ده منحنى وده منحنى. لو انا عايزه اخليه ده خط مستقيم وده خط مستقيم، اول ما افعل نفس النقطه وانا ضغط على الت بيرجع لي دولت خطوط مستقيمه، شايفين ده خط مستقيم اهو. طيب عايزه اغيره اخليه منحنى تاني، الت وانا لسه ضغط عليها كليك كده ويبدا يطلع لي الدراعات بتاعتي. قلنا الدراع ده هيتحكم في المنحنى اللي قدامه، والدراع اللي هو من ورا ده هيتحكم في المنحنى بتاعه، الدراع ده هيتحكم في المنحنى هنا في الجزئيه دي، والدراع اللي هنا من ورا ده هيتحكم في الجزئيه دي. يعني خليني كده اعمل ايه، الت اهو بيتحكم في الجزئيه دي، والت اهو بيتحكم في الجزئيه دي. خدنا بالنا، يبقى الدراع ده بيبص على المنحنى ده هيتحكم فيه، الدراع ده بيبص على المنحنى ده هيتحكم فيه، الدراع ده بيبص على المنحنى ده يبقى هيتحكم فيه هنا. تمام، خدنا بالنا كده من حركه الدراعات. كل ده انا ضاغطه على الت، تمام، انا ضاغطه على الت، الت بتخليني اتحكم في الازرع او الهاندلز اللي هي خاصه بالمنحنى اللي هو بتبص عليه يعني. تمام، يبقى الدراع ده، الدراع اضغط الت كده، الدراع ده اهو اللي هو في الخلفيه ده بيتحكم في المنحنى اللي خلفه، الدراع اللي هو في الامام بيتحكم في المنحنى اللي امامه. طيب اي نقطه من دول انا عايزه اتحكم، ارجع اتحكم فيها تاني، هاجي عليها كده كنترول كليك كده واضغط اهو، طبعا بتحكم زي ان انا احركها من مكانها لاي مكان تاني. الت بقى علشان ايه، اطلع الدراعات بتاعتها كده اهو وابدا ابدا ايه مع الت اتحكم في الدراعات وابدا اعمل الشكل اللي انا عايزه. طبعا احنا بنعمل كده ليه؟ علشان احنا نقدر يبقى عندنا امكانيه ومرونه ان احنا اي شكل قدامنا نحدده بشكل سلس وبشكل دقيق جدا. تمام، او ان احنا ممكن نعمل بيها ايه، رسومات زي شيبس، ده هنشوفه كمان شويه. تمام، يبقى كده احنا عندنا الت وكنترول، كنترول بتحكم في النقطه نفسها، والت بتحكم في الازرع اللي موجوده عندي، كل ما بسحب لفوق كل ما المنحنى بيزيد في السحبه بتاعته لتحت، كل ما قصرت اضغط كده الت، كل ما قصرت في الدراع كده كل ما الدرجه بتاعت المنحنى دي بقت صغيره. تمام، نيجي هنا بقى طبعا انا لازم ابقى يعني، هو انا لما اتحركت دلوقتي المؤشر بتاعي اتنقل من على البنتول، اخد بالي ان انا بروح للبنتول وبعد كده برجع اضغط هنا على الالت واتحكم في الازرع اللي موجوده عندي. طيب خلاص، ده بالنسبه للالت وكنترول، ازاي ان انا بتحكم في النقطه نفسها او الازرع نفسها علشان اقدر احدد مدى قوه الانحناء، يا اما ان هو انا عايزه يبقى منحني بشكل كبير او صغير. كل ذراع بيتحكم او هاندل بيتحكم في المنحنى من الاتجاه بتاعه، يعني المنحنى في الخلف ده بيتحكم في الجزئيه دي من المنحنى، طيب الذراع ده بيتحكم في نفس المنحنى ولكن في الجزئيه الاماميه. تمام، طيب انا المسار اللي انا رسمته ده او بنسميه الباث او المسار ده انا رسمته، انا عايز خلاص ان انا ابدا ايه اقفله. طيب هنا دي اخر نقطة أنا رسمتها، بيقول لي أنت عايز تكمل من هنا، شايفين الشكل الشرطة المايلة دي، بيقول لي إن دي آخر نقطة، أنت عايز تكمل وتقفل هنا ولا لسه هترسم؟ لو أنا عايزة لسه أرسم، بصوا أنا عملت كده كليك فإداني إيه؟ خط مستقيم. الخط المستقيم ده قلنا لو عايز أرسم منحنى آجي هنا كده على النقطة دي وأضغط ألت أهو كده وهكمل كده هيديني خط مستقيم. لا أنا لسه هرسم خط منحنى، كليك وأسحب كده، وكل مكان السحب بتاعي اعلى لفوق كل مكان الخط منحنى. طب انا خلصت بقى رسم كده وعايزه اقفل المسار بتاعي علشان ابدا اعمله تحديد، هاجي عند نقطه البدايه وشايفين شكل المؤشر بتاعي، شكل الدايره اللي ظهرت مع السن القلم او البين تول، كليك عليها كده فبدا يرسم يقفل لي المسار بتاعي وبقى هو ده الشكل اللي موجود عندي. تمام، ده بالنسبه ازاي ان انا اتعامل مع اداه البنتول، وهنبدا نشوفها بشكل اعمل.
طيب انا خلصت الرسمه دي، هاجي كده في النص كده واقول ميك سيلكشن، فبدا يعمل لي ايه، بقول له اوكي، فبدا يعمل لي ان ده زي تحديد، وانا طبعا ايه اقدر ان انا املاه بلون، او لو انا بحدد حاجه برسمها فهيبدا يعمل لي ايه، يعمل لي تحديد ليها واطلعها. فاكرين التحديد اللي كنا اخذناه في المستوى الاولاني، ان احنا نعمل تحديد مثلا لاي حاجه زي شخصيه مثلا او حاجه زي كده. يعني مثلا هنروح كده نجيب نجيب اي حاجه كده نبدا نشتغل عليها تحديد، مثلا مثلا زي كده. بصوا انا جبت ده، ينفع ان انا احدد المج دوت بالطريقه دي؟ عايز اقول في بعض الملاحظات هنبدا نشتغل عليها هنا. انا دلوقتي هو عندي الصوره دي كده، هاجي هنا واقول مثلا انا هعمل كليك هنا علشان انا عايز احدد الشكل بتاع المج ده، اطلعه بره الصوره اللي موجوده معايا دي. وطبعا مفترض ان انا كل ما اجي عايزه اعمل منحنى كده ابدا مثلا اعمل نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا. خدوا بالكم ان في حاجه هنعملها كده، انا هختار الفرشه بس عشان ايه اوضح لكم بعض النقاط اللي احنا هنشتغل عليها او هنبدا ايه نرسمها. انا من شويه كنت عشان اعمل المسار واعمل المنحنى يمين وشمال كنت كل شويه بعمل كليك واسحب كليك واسحب. هنا هعمل كليك مثلا على النقطه دي، وبعد كده انا عايزه ايه اعمل، ثانيه الفرشه كده ايه، هعمل كليك هنا كده هعمل كليك هنا في النقطة دي، وبعد كده أنا عايز أعمل الانحناء، فهعمل مثلا كليك هنا وهعمل كليك هنا وهعمل كليك هنا عشان أرسم الانحناءات دي. هنا بقى في جزئية مهمة لازم إحنا نتعلمها علشان أرسم انحناء ويبقى مفهوش تقطعات كتير، ما أرسمش كل النقاط دي. أنا ممكن أرسم نقطة هنا وآجي هنا نقطة واحدة بس وترسم لي منحنى كامل في الجزئية دي، تمام؟ يبقى اول ملحوظه هناخدها ان احنا ما نرسمش نقاط كتير قدر المستطاع. لو ده منحنى واحد كده اهو في ما فيش اي تقطعات فيه، يبقى خط مستقيم، خط منحنى واحد، يبقى نرسمه بنقطتين اتنين بس. طب ايه معنى الكلام ده؟ تعال نروح كده ونشوف، نرجع للبين تول بتاعتنا اهي ونتاكد ان احنا على باس مش شيب. هاجي هنا اعمل كليك كده، وهاجي طبعا انا ممكن اعمل كليك كده واروح عامله كده المنحنى بتاعي اهو بالشكل ده كده. النقطه مثلا ما جاتش مظبوطه، طبعا انا هعمل لكم زوم عشان تشوفوا النقطه هنا ما جاتش مظبوطه، هعمل ايه كنترول وارجع اظبط النقطه بتاعتي. طيب هنا مش مظبوطه الخط بتاعها، الت مين هيتحكم في المنحنى ده؟ النقطه دي ارجع اظبطها كده بالشكل ده، خدين بالكم عشان يبقى التحديد بتاعي دقيق. النقطه دي مش ظابطه قوي، هنرجع لها. خلاص طيب انا كده عملت النقطه بتاعتي دي اهي، خلاص عايز اكمل بقى المنحنى بتاعي. هاجي هنا واعمل كده النقطه دي برضو، وهبدا ايه، طبعا طلعت الازرع بتاعتها اهي، وهبدا ادي الهاندل بتاعها ده ابدا اظبطه هنا. الجزئيه دي مش متظبطه، شايفين الهاندل اللي من تحت ده اللي هو بتاع الكيرف التاني ده اهو كده، هبدا اظبطه. طبعا شايفين انا خدت نقطه هنا ونقطه هنا، وطبعا هنروح على كنترول عشان النقطه دي مش جايه في مكانها كويس، ارفعها كده هنا وارجع تاني ابدا اعمل كده. وانا عند النقطه دي كده هكمل هنا للنقطه دي كده، طبعا في منحنى هنا اهو، اخد نقطه هنا وابدا اسحب كده، وهروح هنا عايز اظبط الجزئيه دي على الت، هضغط الت وابدا اظبط المنحنى ده هنا كده، وهبدا طبعا الجزئيه دي عايز اخد لها ايه منحنى، فانا ابدا اعمل منحنى كده هنا كده واطلع الازرع بتاعته. المنحنى مش مظبوط قوي، بص انا هاخد الت، شايفين المنحنى مش مظبوط قوي، كنترول واسحب وارجع لورا، المنحنى هنا عايز ان انا اظبط الت عشان هظبط ازرع، تمام، والت هنا عشان اظبط الدراع. شايفين كام نقطه انا عملتها وكام يعني اخدت قد ايه من الوقت، وممكن يكون مظبوط معايا وهحاول ان انا اظبطه كده. انا كان ممكن اعمل كل ده بنقطة واحدة بس، نقطة من هنا ونقطة من هنا. تعالوا كده نعمل كنترول زد زد كده علشان نتراجع عن كل اللي احنا عملناه ده كده، وهنا
تعالوا كده ايه نعمل نقطة واحدة بس علشان ايه نختصر في الوقت بتاعنا. ادي عملت نقطة هنا اهو، واروح عند الناحية التانية هنا دي فيها حتة كده نازلة لتحت ما ناخدهاش دي، ناخد لها نقطة لوحدها عشان يبقى المنحنى بتاعنا مظبوط. هاجي هنا اهو كليك كده، شايفين عمل لي خط مستقيم. طب انا هظبط المنحنى بتاعي ازاي وانا لسه ضاغطه؟ اسحب كده اهو لحد ما اظبط المنحنى بتاعي. طبعا المنحنى ده بيظبط الجزئيه دي اهو، هنا ظبط الجزئيه دي. طب انا عايز اظبط دي هنا، واضغط كده على كنترول زد على كنترول، هيبدا ايه اطلع الدراع الدراعات بتاعتي من هنا. تمام، هو بس بيعلق شويه. طيب انا هرجع لها تاني، خليني اكمل هنا الجزئيه دي وارجع لها تاني بس في تعليقه فيها. خلاص، طيب الجزئيه دي هنا عايز اعمل المنحنى ده، كليك عليها كده اهو. طبعا كان لازم اقول قلت كده هنا اهو، باجي هرسم الجزئيه دي كده واعمل ايه alt علشان اطلع اعمل زوم كده اهو. هنا المكان بتاعها مش مظبوط، كنترول واسحب كده المكان بتاعها، والت عشان اتحكم في الذراع بتاعها اهو عشان يبقى مظبوط. النقطه هنا دي مش مظبوطه قوي، الت يعني هو تظبط معايا شوية نقاط كذا نقطة ورا بعض. هو بس بيتقل عشان الشير فبيزود معايا نقاط هنا اهو كده. ادي الدراع ده اهي، معلش. طيب نكمل لها، نرجع لها في الاخر النقطه دي. هرجع هنا واكمل الجزئيه دي كده لحد هنا كده، ده يعتبر ايه خط اهو ماشي معايا كده. طبعا انتوا بقى ايه يعني، انا مش كل نقطه هرجع يعني، انا هحاول ان انا اكون يعني اتحرك بدقه، ولكن ايه عشان بس ما ناخدش وقت كتير فانتوا تبقوا ايه فاهمين الجزئيه. انا هنا عايزه اتحكم في الجزئيه دي اهو كده، هاجي على Alt واضغط كده عشان اتحكم في الميل بتاع المنحنى من الاتجاه ده، وهنا Alt وانا لسه ضغط عليها اهو عشان اتحكم في درجة الميل بتاعة المنحنى في الجزئية دي اهو كده. طيب انا خدت الـ هنا دي كده، عايز اخد المنحنى ده كده. المنحنى ده لو انا خدته نقطه واحده هيبقى ايه هيعمل لي مشكله، فانا هاخد الجزئيه دي كده في منحنى. تمام، هاجي اعمل نقطه هنا كده واسحب وابدا ايه اظبط الجزئيه بتاعت طبعا Alt علشان اظبط الاذرع ده مسؤول عن الجزئيه دي كده اهو. تمام، و طبعا على قد ما نقدر ان احنا ايه نظبط الجزئيه دي. لو انا هاخد معاها الطبق بتاعها نقطه هنا كليك كده، احاول ان انا اظبط ايه ايه دي كده قلت نبدا نظبط ايه الانحناء بتاع الجزئيه دي. كنترول لو انا عايزه انقلها من مكانها، Alt عشان أبدأ أظبط الانحناء بتاع هنا، وادي Alt عشان أظبط الجزئية دي كده. طبعا دي آخر نقطة بالنسبة لي أهو، هبدأ آخد إيه
اخد الدورانة دي كلها كده اهو، واحط نقطة هنا كده، وابدأ اسحب كده. يعني ممكن اقسمها بس عشان ايه تبقوا شايفين الفرق. قلت واتحكم في الاجزاء اللي هي كده دي اهو. طبعا انا ايه يهمني ان انتوا ايه تعرفوا الكيفية. واجي هنا كده اعمل نقطة واسحب اهو، ابدا اظبط فيها. ليكن مثلا ان انا ايه هاخد مثلا على المكان ده كده مثلا اهو تاني اهو، وابدا ايه اقعد واظبط في المنحنيات اللي موجودة عندي. طبعا دي نازله لتحت شويه كنترول، وابدا ارفع النقطه دي كده ايه للمكان بتاعها، وابدا اكمل هنا كده اهو. أبدأ إيه أتحكم في درجة ميل بتاع الانحناءات بتاعة الشكل ده. هاجي هنا الجزئية دي برضو، ممكن ناخد كده إيه نقطة هنا كده طبعا. هو بدأ إيه كده أهو، الجزئيه دي مثلا مش مظبوطه كنترول، وارجع ايه اظبط المكان بتاعها الت، وارجع اظبط ايه الازرع بتاعتها. خلوني انا عايز ايه بس انجز في الوقت اهو كده اهو. نبدا نظبط ايه الت ونظبط الازرع بتاعتنا. طيب انا قبل ما اقفل كده هنا ارجع لل كنترول مع دي كده، عايزه ايه عشان انا بس عايزه اطلع الدراع بتاعها هنا، هي بس شويه معلقه عشان الجهاز بس معلق. طيب هي دي معلقة، هعملها في جزء تاني. طيب المهم ان انا اول ما وصلت عند نقطة البداية كليك كده عشان اقفل المسار اللي موجود عندي. طيب انا ليفترض مثلا ان انا عملت المسار اللي قدامي ده، بيشتغل بعد فترة، عملت المسار اللي قدامي ده وجيت دلوقتي انا خلاص عايزه اعمل ايه، عايزه اهو طلع الكيرف بتاعها اهو كده. طبعا خلاص الهاندل دي الموجوده عندي كنترول عشان اظبط النقطه دي كده وانزلها كده هنا شويه، والت مع الهاندلز دول علشان ايه اظبط المنحنى بتاع الجزئيه دي كده، والهاندل اللي هنا ده بيتحكم في الجزئيه دي. فانا كده عملت تحديد يعني ايه نقول بشكل لطيف للمج اللي موجود عندي. خلصت بقى كليك يمين واقول له ميك سيلكشن، هيقول لي ان انا هعمله كده.
عمل لي السليكشن بتاع الطبق اهو، واجي اعمل كده طلع لي ادي المج بتاعي، عملنا له تحديد، ولو نلاحظ كده الحواف بتاعته مظبوطه جدا، يعني ما تلاقيش جزئيه مشرشره جزئيه مش عارف ايه، لا التحديد بتاعه دايما دقيق. طبعا انتوا يعني ايه، انا بس عشان عامل الوقت هتبقى بنعمل زوم وبنمشي مع الخطوط دي بشكل دقيق جدا، فهتبص تلاقي ان بيطلع لي التحديد بتاعه، ما يجي فيش جزئيه كده تبقى مشرشره طالعه لفوق ونازله لتحت ومش عارف ايه، خاصه لو احنا هنستخدم التحديد ده اللي او الحاجه اللي احنا عملنا لها تحديد دي في مثلا تصميمات للسوشيال ميديا او حاجه تاني، فهتلاقوا ان التحديد بتاعه دايما بيبقى ايه دقيق جدا جدا. تمام، هنا بقى ان انا ايه اقدر استخدم الحاجه اللي انا عملت لها تحديد. طيب هي بس اداه البنتول ان انا بقدر ان انا احدد بيها اشياء من واطلعها وبس كده ما بعملش بيها حاجه تاني؟ لا، ده انا ممكن اعمل حاجه تاني. زي ايه طيب الحاجه التانيه اللي احنا ممكن نعملها؟ احنا ممكن نعمل بيها اشكال ورسومات. فاكرين هنا دي ممكن ان احنا برضو نعمل لها ايه زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا نعمل لها تحديد ونطلعها. طيب ايه كمان ممكن اعمله باداه البنتون؟ انا قلت ان انا هعمل كليك كده وبسحب كده اهو، عملت مثلا شكل زي المنحنى ده كده و قلت مثلا، وهاجي اعمل يا اما خط مستقيم يا اما انا عايز اعمل منحنى تاني بالشكل ده كده. تمام، او لو انا مثلا خليني اعمل ايه شكل نجمه مثلا او هلال، اسهل حاجه شكل الهلال، كليك كده. وعشان اعمل شكل الهلال اللي هو الدايره دي مش هعمل غير نقطه واحده كده بس اهو كده واسحبها، وهاجي اقفل الشكل اللي موجود معايا كده هنا كده واسحب، بس ما عمليش شكل الهلال. هاجي من هنا واعمل الت كده كنترول، طلع الذراع كده هنا من الت، وابدا اتحكم في الشكل اللي موجود معايا. نيجي هنا كنترول كده والت، ونبدا نتحكم في شكل اللي موجود معي. كده ده بيتحكم في المنحنى التاني بالشكل ده، ونصغر ده كده ونعمله كده ايوه بالشكل ده الى حد ما زي شكل هلال كده. تمام، ده بالنسبه لايه ان انا طول الوقت ما اعملش اشكال النقاط كتيره، بحيث ان انا اقدر ان انا اعمل اشكال تبقى ما فيهاش زي تكسيرات كتير، او ان هو يبقى شكل منجز. اتكلمنا من شويه عن العلامه الزائد وعلامه النقص. علامه الزائد انا ممكن هنا ايه عايز اضيف نقطه، كليك كده انا ضفت نقطه، كنترول وابدا اتحكم فيها ان انا انقلها لاي مكان، والت مع الاذرع بتاعتها وابدا ان انا اتحكم فيها. لا والله الجزئيه دي النقطه دي انا عايزه احذفها، هاجي كده اول ما وقفت عليها هي نقطه ضفتها، اول ما وقفت عليها عمل لي شايفين شكل اداه رمز الناقص ده، كليكت عليها بيقول لي انا هحذف لك النقطه دي. يبقى ازاي ان انا على المسار بتاعي اول ما اقف في اي مكان شكل المؤشر بتاعي بيديني علامه زائد ان ممكن ان انا اضيف نقطه هنا واضيف نقطه هنا، او ان انا النقطه نفسها اللي هي مضافه على المنحنى كليك عليها كده ابدا احذفها، كليك عليها كده ابدا احذفها لو انا مش محتاجاها في المنحنى او في الرسم بتاعي. تمام، طيب نيجي بعد كده لو انا عملت الرسمه اللي هي قدامي دي كليك يمين انا قفلتها خلاص وبقول له ميك سيليكشن اوكي، هي اتعملت تحديد اهو. لو انا عايزه بقى املاها لدرجه لون مثلا، هاجي على البين بين باكت كده وابدا اديها ايه لون. طبعا هو اللون اللي قدامي هنا اللون الاحمر ده، اول ما هاجي كده هنا طبعا انا لسه مش مختاره اللير اهو اللون ده، او لو انا عايزه اغير لون اللي هو اختار مثلا اي درجه لون كده، هاجي على الرسمه دي كليك عليها بدا يملاها لي لون، وارجع كده على هنا كده كنترول دي، وبقى عندي شكل اهو كده اهو كده اقدر ان انا اتحكم فيه او اقدر اعمل اي حاجه.
طب ده يخليني اعمل ايه؟ انا ممكن، عارفين اللي هي الكارت الشخصي او اللي هي شهادات التقدير، انا اقدر اعمل حاجات زي كده. طب ده ازاي هنعمله؟ تعالوا نشوف. انا هاجي هنا على اداة البنتول، وبنشوف بقى اشكال مموجة كده. هعمل نقطة هنا كده ونقطة مثلا هنا كده، وابدأ اسحب بالشكل ده. وطبعا ايه، عايز اعمل نقطة هنا كده، Alt، هعمل نقطة هنا كده. طبعا انا طلعت بره ليه؟ علشان ابدأ لما اجي اقفل كده يبقى معايا الجزئية دي هي اللي هبدأ احط فيها مثلا درجة لون كده، لاير جديدة. وهبدأ ايه، اروح بالبين باكت كده، لا قبل البين باكت، وانا على البين تول، واقول له اعمل لي ده مثلا ايه، سيلكشن، اوكي، وابدأ املهولي بالبين باكت لون ازرق، كنترول وحرف دي. انا عندي الشكل ده بقى دلوقتي، شايفين الشكل بتاعه منتظم ازاي، ما فيهوش شرشره، ما فيهوش اي حاجه. واقدر اجي ان انا ايه، اجي على الجزئيه دي كنترول مع عفوا كنترول مع الضغط على الشريحه بيديني هنا التحديد، واعمل لاير جديده وابدا اغير اللون اللي موجود معايا ليكن مثلا الدرجه دي، ونقول اوكي، وهبدأ بالبين باكت وأملى درجة لون تانية وكنترول دي. هي الأولانية ما اتمسحتش، هي موجودة عندي أهو، أبدأ أنزلها كده، أبدأ أعمل شكل زي ده كده أهو. وأبدأ مثلا لو أنا عايزة أعمل شهادة تقدير أو عايزة أعمل كارت مثلا أو حاجة زي كده، هاجي اللي هي لونها نبيتي دي، وهاجي أعمل كده إيه، دوبليكيت مثلا، قول له اوكي، واحنا واقفين عليها كده كليك يمين، واقول له حركها لي بالماوس ده كده، وابدا اعمل شكل زي ده، شكل زي ده كده. الشكل ده استعمله مثلا ان انا هعمل شهاده تقدير، هعمل مثلا كارت شخصي، وهنبدا اعرض عليكم نعمل تغذيه بصريه، يعني ايه اللي هو البزنس كارد والحاجات دي كلها. فدي اشكال اقدر ان انا اعملها على باداه البن تول دي. طبعا ايه شيء، طيب هو انا بس لازم اعمل مسار واعمل الالوان والكلام ده كله؟ لا مش لازم، انا ممكن ارسم على طول اللي هي شيب، انا اتكلمت عنها في الاول. طيب هعمل ده ازاي؟ خلينا دلوقتي احنا مش محتاجينه كده، شفت، ونعمل لهم ايه، ديليت، اوكي. تعالوا هنا بقى نروح عند اداه البين تول، وهنا بقى بدل بوس انا هعمل ايه، هختار شيب، وهنا بقى هتبدا ترسم لي اللي هو شكل باللون اللي انا مختاره. ايه الشيب بقى؟ الشيب احنا يمكن خدنا في المستوى الاولاني اللي هي الاشكال اللي احنا بنرسمها من هنا، ومستوى فرقت لنا بين الشيبس والرسم اللي هو العادي. الشيب بيتعامل مع الفيكتور، وفرقت لنا يعني ايه فيكتور. الرسم اللي هو احنا ممكن نعمله مثلا تحديد ودايره، ده بيبقى راستر، اللي هو بيتعامل مع البكسل اللي هي الطبقه النقطيه اللي هي بالبكسل. اما بالنسبه للشيبس فهي بتتعامل مع الفيكتور اللي هي يعني عباره عن اشكال هندسيه، مدى الجوده بتاعتها بتبقى اعلى. الكلام ده موجود كله في المحاضرات بتاعه المستوى الاول. طيب هنا هبدا اعمل شيب. الشيب ده عباره عن ايه بقى؟ اي رسم انا عايز ارسمها. طبعا انا عندي الشيبس الاساسيه اللي موجوده هنا، لا والله انا عايز اعمل شيب، همسك اداه البين تول وهبدا ارسم، وادي اللون بتاعي اهو ومفيش ستروك، كليك كده شويه وهعمل كده اهو. بصوا بدا يملى المكان معايا، هاخد كده مثلا الجزئيه دي تاني اهو كده، بيبدا يملى المكان معايا. هقفل كده الشكل بتاعي، اداني الشكل الموجود قدامي. طبعا انتوا عارفين بقى خلاص، مش محتاجه اقول ان كنترول مع اي نقطه من النقاط الموجوده معايا دي هبدا ايه، اتحكم فيها كده من مكانها اهو كده. Alt مع الازرع دي اهو الهاندلز، طبعا اهو الهاندل ده بيتحكم في اللي هو المنحنى اللي قدامه مش اللي ورا، بيتحكم في المنحنى اللي قدامه. Alt اهو هو انا ضغط هيتحكم في المنحنى اللي قدامه الناحيه دي، انما النقطه دي Alt مع الذراع بتاعها هيتحكم في المنطقه في المنحنى اللي ورا اهو. Alt
مع الذراع الامامي هيتحكم في الجزئيه الامامي. طبعا كل ما سحبت الهاندل بشكل كبير كل ما المنحنى بيزيد. هنا هاجي في الجزئيه دي عايزه اضيف مثلا نقطه، عايزه احذف نقطه، اهو بامكاني ان انا اجي هنا، شايفين شكل الزائد اهو، احط نقطه هنا كنترول وابدا اتحكم فيها، انزلها واتحكم الت مع الهاندلز كده، الت مع الهاندلز علشان ابدا اتحكم فيها. وفي الاخر بقى ده الشكل اللي يكون مثلا اي شكل انا عايز ارسمه، عايز ارسم فراشه، عايز ارسم شكل الهلال اللي احنا عملناه من شويه. وفي الاخر اهو خلاص ميك سيلكشن كده، حتى بقى الشكل ده متحدد. لو انا عايز اعمل ايه لير جديده ونفس الشكل ده، فابدا اجيب مثلا لون مختلف كده، كليك عليه برضه كنترول دي، بقى عندي اتنين نفس الشكل اهو، اعمل بيهم بقى اي حاجه انا عايزها. تمام، ده بالنسبه للشيبس. بتعامل مع الهاندلز والبوينت اللي هي النقاط يعني زي ما بتعامل مع البوست، ولكن البوست بيديني خطوط وببدا انا يعني ايه بعد كده بحولها لتحديد، عشان لو انا عايز احدد مثلا حاجه معينه، مثلا شوف حاجه بعمل تحديد مثلا زي المج كده اللي احنا عملناه في صوره معينه عايز اعمل لها تحديد. اما الشيبس فهو بيملى معايا بلون. بيمتاز الشغل بتاع البنتول بان هو فيكتور، يعني مهما بزوم عليه الجوده بتاعته بصوا عاليه قد ايه، غير اللي هي بيبقى الرسم مثلا راستر، الصوره راستر مثلا، او اللي احنا بنبقى عاملينه من اداه التحديد وبنعمل لها ميل، فبتبقى عباره عن طبقه نقطيه. ده بالنسبه لاداه البنتول. طيب تعالوا بقى نبدا نشوف الشغل بتاعها، احنا هنعمل ايه؟ عايزين نعمل، انا قلت من شويه هنعمل هنعمل مثلا كارت شخصي، او نعمل مثلا شهاده. تعالوا بقى نروح كده نشوف فين نعمل تغذيه بصريه للكارت الشخصي. بصوا بقى ده ما هو الا خلفيه واخده لون، طبعا ده في العرض في الموكب بتاعه اللي هي تدرج اللون، لكن او ممكن ان انا احط لها تدرج اللون، لكن هو خلفيه واخده لون فيها مثلا تدرج لوني، وهنا دي الخلفيه. الوش هنا بس ما فيش غير خط كده، وده متاخد بالبنتول بس، مفيش اي حاجه غير بالبنتول، خط كده واللي من فوق دي متكرره ومسحوبه لورا شويه واخده درجه لون تاني. ادي الشغل يعني الشغل ده سهل جدا جدا ان احنا نعمله دلوقتي. بصوا كده بقى هو الكات ده ما فيش غير ان هو معمول هنا الجزء ده بشكل مربع كده، والجزء ده لون تاني، وده اهو ومتضاف عليه اللي هو الشكل المربع ده، يعني شغل بسيط جدا جدا احنا نقدر نعمله. بصوا ده بقى شايفين الانحناء ده اللي احنا لسه عاملين زيه دلوقتي من شويه على التصميم بتاعنا، والانحناء ده اهو كده ومتضاف عليه اللي هي الداتا. احنا هنعمل شكل مثلا زي ده دلوقتي، وهيبقى التاسك بتاعنا ان احنا نعمل كارت بيزنس كارد زي ده. طبعا هتبقى الداتا الاساسيه اللي موجوده عليه، احنا لو فاكرين ان احنا في الاول كنا بنقول المعايير لتصميم الغلاف كان عندنا مجموعه من المعايير، غلاف كتاب. لما جينا اتكلمنا عن غلاف المجله كان عندنا معايير او داتا اساسيه موجوده في تصميم غلاف الكتاب، موجوده في تصميم غلاف المجله. هنا كمان في البيزنس كارد هيبقى عندنا داتا اساسيه هتبقى موجوده في البيزنس كارد، يعني هيبقى هنا الاسم مثلا بتاع سواء ان انا البيزنس كارد ده بعمله لشركه هيئه مثلا، او بعمله بشكل شخصي. يعني ايه بشكل شخصي؟ يعني احيانا بنروح مثلا عند المحامي فبيدينا كارت بيبقى ايه موجود ايه عليه؟ بيبقى مكتوب عليه ان هو الاسم بتاعه، مكتوب عليه المهنه بتاعته، وبيبقى مكتوب عليه العنوان ووسائل التواصل اللي هي ارقام التليفون والموقع بتاعه لو عنده موقع، الموقع اهو، والايميل بتاعه، وكل الداتا اللي هي ممكن تخليني اتواصل مع الشخص ده سواء محامي او دكتور، او انا بعمل لشركه مثلا، الشركه اسم الشركه هنا وهي متخصصه في ايه واللوجو بتاعها، وادي العنوان بتاعها ووسائل التواصل بالشركه دي، وادي الموقع بتاعها. يعني الداتا بتاعتنا الاساسيه
تعتبر بسيطه جدا، كلها كتابه بعد التصميم، والتصميم بتاعنا بيبقى حاجه بسيطه جدا. طيب تعال مثلا زي الشكل ده كده نروح نعمل حاجه هنا كده، خلينا ايه نمسح الحاجات دي كده اهو. نيجي هنا اداه البنتول، هنيجي مثلا نعمل شكل زي كده، هبدأ كده اعمل اخليه باث، وده هيبقى افضل بالنسبة لي، وبعد كده احط اللون اللي انا عايزه. هاجي كده مثلا واعمل ايه الشيب بس بالشكل ده كده، الت هنا علشان اعمل خط مستقيم كده، علشان ابدأ اعمل ايه اقفل الشكل بتاعي. اول ما ارجع هنا شايفين شكل الدايرة اللي بقى موجود مع سن القلم، بيقول ان انا هقفل هنا خلاص كده، تمام. طيب ده الشكل اللي موجود عندي، هاجي اعمل له كده ايه نعمل لير جديدة ونقول له make selection، نعمل له نقطة جديدة، اجي هنا عملنا التحديد اهو. هبدا مثلا اديله درجه اللون دي في التنتاكت كده، هديله الدرجه دي كنترول حرف الدي. طبعا انا بعد كده ممكن اتحكم في ان انا ايه اطلعه كده شويه، او ان انا كنترول وحرف الدي اكبر الشكل الموجود معايا كده اهو كده. اوكي هعمل تكرار لده كده، دوبليكيت. بيعلق شوية كنترول عشان أغير مثلا درجة اللون اللي موجودة عندي، وياخد مثلا كنترول دي. طبعا لو مش عاجباني الشكل ده تحت ده كده، ونخلي دي كده تنزل لتحت شوية، هيبقى شكل بالمنظر ده كده. وهبدأ هنا أضيف الداتا، ليكن مثلا أهو أضيف اسم يعني مثلا، خلينا إيه نختار لون الكتابة يبقى درجة اللون دي بس. أما استنى نكتب مثلا اسم المحيط، معلقة الكتابة لير معلقة ثانية. نكتب مثلا باهر سايت أي اسم. طيب نيجي بعد كده عايزين نحط لوجو، طبعا خلاص الاجزاء التانية بقى انتوا عارفينها، يعني ازاي ان انا احط لوجو. اجيب مثلا لوجو زي ده كده، كنترول سي، نيجي هنا كنترول في، هو تقيل شوية بس عشان الشير، ف يعني مرخم علينا حبتين بس معلش اهو، نحاول نجيله من طريقة تانية. ده اللوجو بتاعنا، نبدأ ناخد كده هنا كنترول وحرف التي، ونبدأ نصغر اللوجو بتاع الشركة بتاعتنا كده، ونحطه هنا في الجزئية دي كده اهو. نيجي هنا الدائرة بتاعت الكتابة، بس مش ايه مش يعني
ماشي بدأت تظهر الحمد لله. هنا هنكتب ايه بقى؟ شركة مثلا حراء مثلا، احنا هنعمل لوجو شركة حراء مثلا يعني، تمام. وطبعا لو انا عايزة اغير اللون بتاعها لون الكتابة مثلا، اخليه اللي هي الدرجة دي، بس ناخد درجة اغلى منها شوية اهو كده. ده نوع الخط. طبعا لو انا عايزة اغير الخط اللي موجود معايا اختار اي نوع خط. وانا اتكلمت في الجزئية دي، وهنبقى ايه اوريكم ازاي ان احنا ننزل انواع خطوط تاني مختلفة. مثلا ده كده ايه اسم الشركة اهو، هحطه هنا كده. طبعا عايزة اكبره شوية، اصغره بالشكل ده كده، وهبدأ بقى اقول ان دي شركة ايه مثلا، شركة مقاولات ليكن مثلا يعني للعقارات مثلا، للمقاولات اي حاجة. بيعلق تاني مثلا مقاولات مثلا. طيب الخط ده مثلا كبير شوية، هنبدأ نصغر الخط من هنا كده، نصغر الخط كده شوية. طبعا المسمى بتاع الشركة لازم المسمى يكون أكبر من اللي هو التخصص بتاعها يعني، دايما الاسم احنا عايزين نبرزه، فبنخليه هو بيبقى شكله أكبر شوية من اللي هو التخصص بتاعها. طبعا ممكن نغير نوع الخط ما بين ايه هنا في الجزئية دي. نيجي بعد كده نبدأ نضيف الداتا اللي هي عايزين مثلا نضيف هنا رقم التليفون، نضيف العنوان، اي داتا تاني موجوده معانا، وممكن نضيف اي حاجه هنا. ممكن نضيف صوره للشركه مثلا او لنشاط الشركه نفسها يعني. مثلا نيجي نجيب دايره مثلا او الشكل ده كده، ونيجي الريكتانجل ده نجيب اي صوره. لكن لما كنا بنعمل اي صوره مثلا يعني كده، لما كنا بنعمل كليبنج ماسك، احنا هنيجي هنا ونعمل كليبنج ماسك. انا كده بوريكم ازاي ان احنا نعمل بيزنس كارد. ممكن نخليهم هما الاثنين تحت اللاير دي، نبدأ نجيبهم هنا كده. طبعا انتوا ايه يعني شوفوا بقى انتوا عايزين ايه، تضيفوها بأي شكل بأي طريقة. ممكن نعملها دايرة بدل ممكن ما احنا بنعملها الشكل اللي هو المربع ده. شوفوا انتوا بقى عايزين ايه تضيفوا الشكل اللي انتوا عايزين تضيفوه ازاي. طبعا يكون الموضوع مناسب يعني، مش هنجيب صوره زي دي شركه مقاولات، هنجيب لها مثلا شركه، نبحث على الانترنت على اشكال مقاولات ومش عارف ايه وحاجات زي كده، تمام. وهنبدا هنا نضيف الداتا اللي هي ارقام التليفونات، وهنبدا نضيف اللي هي نغير اللون بتاع الكتابة عشان بس كده. نبدأ نكتب أي أرقام أهو عشان نضيف إيه أرقام التليفونات، ونبدأ نضيف بعد كده إيه الويب سايت بتاعهم مثلا طيب هو بيعلق بس في الكتابة شوية أهو www.حروق مثلا اتش
هو بيعلق شوية في الكتابة. اعتبر ان انا كتبت اسم الشركة، تمام. هاجي هنا طبعا كده، اسم الشركة بيبقى بشكل صغنن جدا الخط يعني. نبدأ هو ده كده. .com ده الموقع مثلا بتاعهم كده اهو. وهبدأ ايه، احط الموقع مثلا ده هنا كده، ورقم التليفون ده شكله الرقم كبير شوية، نصغره خالص خالص كده. كمان 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 هنا نكمل عليه بقى ايه الارقام اللي احنا عايزين نضيفها كده. طبعا عارفين الايكونز بتاعت السوشيال ميديا اللي هي بتاعت التليفون، ومش عارف اللي هي بتاعت ايه تاني. في عندنا هنا الايكونز، ايكون السوشيال ميديا، هاجي هنا مثلا انا عايزه اللي هي رمز التليفون ده كده، هاخده كنترول تي، هبدا ايه اورن ده رقم التليفون مثلا. حرك شوية كده. تمام كده اهو، هبدا ايه اضيف الايكونز. طبعا الايكونز دي هنجيبها من على الموقع اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي زي ياندكس، وعندنا بيكسلز، وعندنا فري بيك كمان. في عندنا مواقع كتير احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي قلنا ان احنا بنعمل منها تغذيه بصريه، وكمان بنجيب منها اللي هي هي مخصصه للتصميمات، عشان تبقى كده الحاجه اللي عليها مثلا تبقى جودتها عاليه، فهنجيب منها مجموعه الايكونز زي كده، وهنبدا نعمل الشغل بتاعنا ده. فبضيف رقم تليفون، وبضيف الموقع، وبجيب لهم ايكونز، وبنعمل الكارت بتاعنا بالمنظر ده. طيب انا عايز اعمل خلفيه، الخلفيه بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اللوجو مثلا وباسم الشركه بس، يعني نفس الشكل قدامي ده، وبيبقى فيها مثلا الخطين دول يجوا من فوق. خليني مثلا اقول نيو كده، ليكن مثلا نفس الشكل اهو. هاجي هنا التصميم بتاعي اهو ده، خليني اخد ده كده يبقى جنبه، دي اللي هو البودي ده. ادي التصميم بتاع اللي هو وش البيزنس كور، ليكن مثلا انا هاخد دول كده شيفت واضغط كده، هاخد دول اهم كده للتصميم اللي ورا ده، احطهم هنا كده. انا بس مش عايزه دي يعني ايه اليوم ده. انا عايزه دول شيفت كده اهو، كنترول وحرف التي، ودول بدل ما هم هيبقوا تحت زي الشكل اللي فوق، لا احنا هنعمل لهم ايه بقى كده، نقلبهم، او ان احنا خلينا نعملهم يبقوا في الشكل فوق، يبقوا بالمنظر ده كده. هنا دي هتبقى الخلفيه بتاعه البيزنس كارد، وهنيجي هنا ناخد بس اللوجو بتاعنا ونحطه الخلفية، وهيبقى كنترول حرف تي اللوجو بشكل كبير شوية، وهنجيب مثلا اسم الشركة كده. ونحطه بالشكل ده، اللوجو ممكن نجيبه ونحطه هنا كده، واسم الشركة هيبقى بشكل كبير هنا. ده شكل لبيزنس كارد بسيط جدا، يعني ما عملناش فيه شغل كتير، نقدر ان احنا
نعمله. طبعا استخدمنا أداة البنتول. طيب هو البنتول ينفع ان انا اعمل اشكال تانية غير مثلا الشكل اللي هو ده؟ اه ينفع ان احنا نعمل انحناءات تانية. طيب تعالوا كده نبص إيه لو انا مثلا ما عملتش الانحناءات دول، خليني الغي كل الداتا اللي موجوده عندي. تعالوا هنا عايز اعمل مثلا عشان ارتب، بس خليني احط دولت كده كنترول شيفت وكنترول جي عشان يعمل لي دولت جروب لوحدهم، دولت الايه البيزنس كارد الاولاني او الجروب الاولاني. تعالوا هنا بالبن تول كده، انا عايز اعمل شكل مموج. والت اعمل كده كده وقفلت هنا. شايفين الموجه دي؟ احنا بنشوفها دايما في البيزنس كارد اللي موجود عندنا، والشهادات اللي احنا بنشوفها بنستلمها وكده بيبقى فيها شكل الموجه ده. تمام، هنيجي هنا نعمل كده وكليك يمين ونقول له ميك سيلكشن اوكي، وخلي لي اللون ليكن مثلا الدرجه دي، او انا عايز اخلي درجه لون مثلا جديده هلا شويه كده. كنترول وحرف ودي عشان نلغي التحديد الموجود معانا. ده شكل اهو. ونيجي مثلا عايزة دوبليكيت زي ما عملنا اهو. اوكي الكنترول هنا كنترول، ونغير درجة اللون نخليها درجة خفيفة شوية والباكت نملى بدرجة أخف شوية، نخليها الدرجة دي تحت دي كده وطول حرف دي عشان التحديد دي هنزلها شوية كده هتبقى بالشكل ده. وممكن نعمل لها كنترول وحرف التي ونخليها تبقى واخدة ميلة كده زي الشكل الكارت اللي احنا شفناه من شوية. تاخد ميلة كبيرة شوية طبعا، ثانية بس عشان تاني. طبعا ممكن اعمل درجة لون تالتة خالص يعني دي نفسها كده. طب كيت كمان اوكي، ونيجي اللي هي التالتة دي كده ونعمل كنترول وناخد درجة لون مختلفة زي كده مثلا. طبعا انا بدي نماذج لكن انتوا هتشوفوا الماتشنج بتاع الالوان مع بعضها، يعني انتوا برضو ايه في احنا بنراعي جزئيه ايه الذوقيه في الالوان تبقى ازاي. طيب انا عملت كده كنترول وحرف دي ونرجع ننزل دي كده اهو، هتبقى شكلها يا اما نسيبها كده او نعمل لها كنترول وحرف تي كمان ونعمل لها برضو استدارة بالشكل ده ونوسع كده اهو بالشكل ده. ممكن نخليها تاخد زاوية مختلفة خالص كده اهو بالشكل ده. كل دي اشكال نقدر نعملها. وممكن اجي اعمل دوبليكيت للشكل الاخير ده اهو كمان. كل دي استخدامات ل او تصميمات اقدر ان انا اعملها ايه بالبن تول. اعمل كده واسحبها او اخد درجة لون تانية معايا، فاحنا ايه ممكن نحذفها كده. اوكي نيجي هي دي بس كده نعمل دبل جيت ونيجي هي الاخيرة دي كده كنترول وحرف التي نسحبها مش مشكلة ياخد درجة معايا درجة تكون معايا. ونعمل لها استدارة عايز نقللها شوية. ده بيبقى شكل يا إما أنا هعمل مثلا شهادة تقدير، يا إما أنا هعمل بيزنس كارد،
اي من الاشكال اللي هي واخده الانحناءات دي كده، اي بزنس كورد انا اقدر ان انا اصممه. تعالوا كده نرجع تاني للبزنس كورد الموجود معانا. شكل الانحناء ده عرفنا ازاي نعمله، والشكل اللي ظهر معايا ده عرفنا ازاي ان احنا نعمله، وكل تحكمنا في الكنترول والالت، ازاي نتحكم في الازرع الهاندلز بالالت وكنترول عشان اقدر ان انا انقل بوينت او نقطه معينه، وببدا اضيف الداتا بتاعتي. الشكل ده اظن سهل جدا، ما فيش اي حاجه فيه. لو انا حبيت ان انا اطبقه هنا كده، عايزه مثلا الغي اللي هي الجزئيه دي، انا ممكن ان انا اعمله حتى بال هنا كده، وابدا اضيف ايا كانت درجه اللون اللي انا هضيفها الجديده اهو كده، وابدا اخليها مثلا لتحت شويه. هبدا اضيف هنا الداتا، وهسيب هنا الويب سايت اضيفها هنا مثلا في الجزئيه دي هنا من تحت، وهبدا مثلا احط هنا اللوجو. فالاشكال دي كلها تعتبر بالنسبه لي خلاص كده انا كلها اقدر ان انا اعملها. نيجي هنا شكل زي ده اللي هي الشكل السداسي. الشكل السداسي بنعمله ازاي؟ بصوا كده اهو، ده عندنا موجود في الشيبس، الشيبس جاهزه الشكل السداسي ده، وهبدا ايه اسحبه كده اهو، واتحكم في الحجم بتاعه، وابدا اديله ايه درجه اللون اللي انا محتاجاها. اقدر ان انا اعمل اكتر من واحد، واقدر طبعا ايه ادي الشيب اهو، كليك دبل كليك هنا كده، وابدا ان انا اغير اللون بتاعه. لو انا عايز اغير اللون بتاعه اخد اي درجه لون هنا كده وابدا اعملها كده، اقدر ان انا اعمل اكتر من شيب. الت اسحب واحد تاني وكليك كده اهو، وابدا اختار درجه اللون التانيه مثلا، تمام، اقف عليه الت واسحب كده الت اسحب اهو واحد تالت، وهضغط هنا، شايفين المربع الصغير ده كليك عليه كده هيبدا يديني مثلا اخد درجه اللون التالته دي، وابدا اعمل كده وهكذا، وابدا انظم ايه الديزاين بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي، او انا عايز اضيف فيه ايه او احذف منه ايه. كل الحاجات دي اللي موجوده على الموقع كلنا كده نقدر ان احنا نعمل تصميم مميز جدا لاي بزنس كارد. وعايزه اشوف بقى ايه ابداعاتكم وتصميماتكم للاشكال للبزنس كارد الموجوده عندي اهو. بص ده شكل دايره، ومن جوه ووراها دايره، ووراهم من ورا دايره، وهنا ده شكل منحنى واحد بس، مفيش غير نقطه هنا ونقطه هنا وبسحب، ومتكرر بلون تاني. هنا ده شكل برضو اقدر ان انا اعمله بالبنتول اهو، واخد شكل الدايره كده وجواه دايره ودايره، الدايره دي هنعملها بالشيبس عادي جدا، تمام. نفس الشكل هنا، دي برضو شايفين اللي هي شكل اللي نازل ده، ده طبعا نقدر نعمله يعني بشكل سهل جدا من البنتول او من شكل الريكتانجل اللي موجود معانا. نعملها ازاي؟ بصوا كده شايفين شكل الريكتانجل ده، ممكن اعمل ريكتانجل كده اهو، بصوا كده بيبدا يظهر معايا البوينتس النقاط بتاعته. هعمل شكل زي كده اهو، طبعا اللي هي النقاط اللي هي لما بيبقى الشكل في الاصدارات اللي هو 22 هيبقى النقاط هنا بسحبهم فبيديني الشكل الدائري. هي هنا معلقه شويه مش ظاهره، هقدر ان انا اعملها بالبنتول. طب ازاي ان انا هعملها بالبنتول؟ ادي اهو نقطه هنا وخط مستقيم، وبعد كده هعمل Alt، وبعد كده هرسم خط تاني كده واديله منحنى اهو مثلا، حاول المنحنى ما يبقاش ايه كبير شويه، هاجي مثلا على نفس الخط كده اهو واقفل الشكل بتاعي اهو. طبعا النقاط دي لو هي مش متظبطه كنترول، ابدا ايه اخليهم ايه في تساوي كده اهو، وابدا اعمل كده اهو، ده الشكل الموجود
عندي وابدا اكتب عليه ايه الداتا اللي انا عايزه مثلا اكتبها، واحط مثلا اللي هو رمز اللي هو اتصال مثلا او الايكونز دي اجيبها كده هنا. اداه الاتصال دي نحطها هنا كده، ونبدأ نكتب هنا ايه ارقام التليفونات ونكررها كذا مرة، ونظبط بس الشكل بتاعها ونكررها كذا مرة، ونحط فيها الداتا بتاعتنا لو احنا عايزين نحطها. تمام، ده كده اللي هي انا بستعرض لكم كل اشكال البيزنس كارد، او حتى شايفين الاي دي ده ما هو الا منحنى، والمنحنى ده متكرر باكتر من لون، وهنا المنحنى ده متكرر مثلا باللون ده ومعمول له استدارة شوية، متكرر هنا بنفس الانحناء ومعمول له انعكاس بلون تاني، وهكذا كده كل الاشكال اللي موجوده قدامي انا اقدر ان انا اعملها باداه البنتول. طبعا ده مربع ما فيهوش اي حاجه، وادي اللي هي الايكونز بتاعه السوشيال ميديا، يعني هنا مفيش شكل متعب مثلا او حاجه، هنا انحناء وده شكل مربع اهو، والشيبس ده هنبدا نتعلم ان احنا نرسمه ازاي. طبعا ده شكل اللي هو الشكل اللي احنا اخدناه من شويه، شكل سداسي، وهنا بنعمل الخطوط دي مربعات وبنديها درجة لون مختلفة عن الخلفية وبنضيف عليها الداتا. أظن كده مفيش شكل بيزنس كارد عدى علينا أو هيعدي علينا ما نقدرش نعمل التصميم بتاعه. شايفين الانحناءات دي؟ أظن سهلة جدا إن احنا نعمل انحناء ونكرره، وانحناء ونكرره، ونبدأ نديله ألوان مختلفة. بنحط هنا اللوجو، اسم الشركة، اسم الشركة، وهنا وسائل التواصل، وادي الداتا ومربعات هنا. يعني كده كل الاشكال الموجوده معانا هنقدر ان احنا نعملها. نفس الكلام اهو، هنا بالبنتول نقطه، نقطه هنا، نقطه هنا، وبعد كده بنعمل الشكل المربع وبنملى، بنكرر، وادي الاشكال الموجوده كلها دلوقتي. اي تصميم هيقابلنا هنقدر ان احنا نعمله بسهوله جدا. ناخد بالنا ان الكنترول بتحرك معايا النقطه نفسها، اما الالت بتحرك لي الهاندلز اللي هي بتحكم فيها في درجة اللي هو الانحناء بتاع الشكل الموجود قدامي، او المسار او الباس اللي موجود قدامي. وبكده ان احنا خلصنا النهارده باذن الله شغلنا مع البنتول، وازاي ان احنا بنستخدمها، وازاي ان احنا بنقدر نعمل منها اشكال كتيره جدا. التحديد بتاعها بيبقى دقيق جدا وشكله ظريف، حتى الشيبس بتاعتها بتبقى الجودة بتاعتها عالية جدا، وبتبقى كمان التحديدات بتاعتها بتبقى دقيقة. هستنى منكم إن شاء الله بإذن الله النهاردة تاسكات جميلة جدا، شهادات تقدير، هستنى منكم تعملوا تغذية بصرية حلوة جدا على البيزنس كارد. كل واحد بقى يبدع بقى في تصميم شيق وجذاب لبيزنس كارد، واثنين وثلاثة، ونحط عليه الداتا بتاعتنا. طبعا الايكونز بتاعت التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، بمجرد ان احنا بنروح على موقع زي ياندكس بنكتب كده سوشيال ميديا ايكونز، فبيبدا يديني ان هم الايكونز ده، موقع اسمه ياندكس اهو، هبعت لكم اللينك بتاعه على الجروب، او تقريبا احنا بعتناه قبل كده. يعني بنكتب سوشيال ميديا على السيرش، هي هنا في السيرش، وبيبدا يديني. انا طبعا كانت ببزنس كارد، فبيبدا يديني. انا مش شاطر في الانجليزي، شايفين كده على جوجل، وبقول له مثلا انا مش عاي... انا عايزه ايه كارت، خليني انا اقول كده لغه عربيه اهو، عشان بس ما حدش يقول لي انا متعقد من الانجليزي. كارت عمل، بص اهو جاب لي بزنس كارد، هنسحها كده كليك يمين اهو، واقول له كوبي، واروح عند ياندكس هنا، هلغي السيرش اللي عندي وبيست، واقول له سيرش، بدأ يجيب لي اهو بزنس كارد باشكال مختلفه. يبقى ما حدش يعمل لي ايه يقول لي انا مش عارف اصلا في الانجليزي، اصلا مش عارف ايه، لا، من جوجل وابدا اشتغل ايه وشوف انت عايز ايه وابدا اعمل. انا كنت من شويه كاتبه ايه مج شاي مثلا كده اهو، مج شاي، عشان اجيب المج اللي انا كنت عايز ايه اعمل عليه التحديد بتاعي. كليك يمين كوبي، وهاجي هنا واعمل بيست، واقول سيرش، بدأ يجيب لي مجموعة مجات، بختار منها الشكل اللي أنا عايز أنزله، وبدأت أعمل عليه التحديد بتاعي. تمام، ده بالنسبة لموقع زي ياندكس. في عندنا فري بيك كمان، في عندنا موقع كتير جدا إحنا اتكلمنا فيها. سلوى الشير فصل ولا إيه؟
شغال شير عندك؟ شغال. تمام خلاص، فكده ان شاء الله باذن الله هستنى منكم تاسكات. التاسك بتاعكم يعني النهارده هنعمل بيزنس كارد، هنعمل شهادات تقدير، هنقعد ندخل على المواقع ونشوف الشغل بتاعنا. عايزه اشوف حاجه احترافيه زي اللي احنا شايفينها على المواقع دي، سواء بيزنس كارد او تصميم شهادات تقدير. وطبعا مش هوصيكوا على موضوع اختيار الالوان اللي هي تبقى مناسبه. طبعا انا هنا اخترت اي الوان، ولكن انتوا حاولوا تكون الالوان متناسقه. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الكالر ويل اللي هي عجله الالوان، وازاي ان احنا بنختار الالوان اللي تبقى متناسقه مع بعضها. اتكلمنا كمان ازاي ان احنا نختار باليت الوان، وانا باكد على الجزئيه دي جدا، باليت الوان بحيث ان انا ما تعدهاش، هي بتبقى عباره تقريبا عن 4 الوان، والاربع الوان دولت بيكونوا متناسقين مع بعض وما تعداش في التصميم بتاعي ال4 الوان، سواء في التصميم الاشكال اللي موجوده قدامي او في الكتابه، ما تبقى يعني كلهم بيدوروا حوالين ال4 الوان دولت ما يتعدوهاش. وفي النهايه بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله تكون محاضره مثمره استفدتوا منها، وهستنى تسقطكم واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله المحاضره اللي جايه. بالتوفيق، واقول لكم السلام عليكم.